يعني أحلى وأكبر فرحة بالحياة هي فرحة النجاح، فكيف إذا كانت هالفرحة بعد سنة كاملة من التعب والإصرار بالدراسة للوصول لهي اللحظة؟ أكيد بعد ما طلعت نتائج الشهادة الثانوية تبين أنه 33 طالب حصلوا على العلامة الكاملة بالفرع العلمي. اليوم ضيفنا واحد من هدول الطلاب يلي تميز بالجد والاجتهاد والتفوق ونال العلامة الكاملة بالفرع العلمي. قديش اليوم يا نور نحن فخورين بطلابنا؟ أكيد نحن فخورين بطلابنا، وفعليا ذكرنا خلال رحلاتنا الصباحية قديش حملنا لهم أمنيات تحمل لهم الخير والفرح. قلنا لهم يمكن طلاب سوريين استثنائيين، يعني نحن لنا ظروف قاسية معيشية اقتصادية، ما في كهرباء فعليا، ومع ذلك دائما الطلاب السوريين بيبهرونا بكل الظروف. وقديش حلو اليوم عم نشوف حتى أهله. أكيد الطالب جاد معنا بالاستديو اللي له من اسمه نصيب كتير كبير، في فرحة كتير كبيرة بعيونهم، اكيد ابو وامه معنا بالاستديو نوجه لهم تحيه. قد ايه حلو اليوم الاهل يشوفوا هي الفرحه يلمسوها مع طلابهم مع اولادهم، فعليا تعب خلال سنه قد ايش فعليا بيلمسوا الحصاد بنهايه العام ومع النتائج. اكيد نرحب بالمتفوق جاد باسل داوود الحاصل على العلامه التامه بالشهاده الثانويه الفرع العلمي. اهلا وسهلا فيك، اول شيء الف مبروك، ونحن كثير سعيدين بوجودك. اهلا وسهلا فيك يا رب. صباحك وصباحك اكيد ان شاء الله الف مبروك لك ولعائلتك هذا الإنجاز الكبير. خبرنا بداية شو كان شعورك لما تلقيت النتيجة؟ هل أنت كنت متوقع؟ هلا الصراحة أنا كنت متوقع إني أجيب العلامة الكاملة، بس طبعا كله يعني بصير يقين بس نشوف، بس شفت العلامة وطبعا كانت فرحة جدا كبيرة. يعني العلامات العالية دائما هي شيء جدا حلو، خاصة إذا كانت علامة تامة فالفرحة تصير فرحتين يعني. بس أنت حاطط كنت ببالك العلامة التامة؟ طبعا. يعني أنت كنت عم تقول مع بداية كلياتنا نطمح نطلع فعليا وناخذ العلامة التامة، بس فعليا هذا يعني كان فعليا ببالك من البداية؟ عامل مثل ما قلنا برنامج خاص مع بداية العام، أنا كيف بدي أقسم وقتي، كيف بدي أدرس فعليا لأحصل على هي النتيجة اللي أنا حابب أكون فيها؟ طبعا أنا مو بس البكالوريوس، أنا أي صف كنت في كنت حط هدف أني أجيب العلامة الكاملة. حتى جبت العلامة الكاملة بالعشر بالحداشر تقريبا يعني. فأي شيء يعني في أي صف دراسي كنت أخذه يعني جد أنه بدي سكره، خاصة البكالوريا كونه أهم صف بخلال 12 سنة، كان كل التركيز صحيح عليه طبعا أنه أجيب العلامة الكاملة فيه. ما شاء الله عليك، يعني يمكن كثير من الطلاب قبل نقول السنة الدراسية بالصف ببلشوا تحضير، ببلشوا دورات تدريبية لحتى يحاولوا قد ما فيهم يلحقوا المواد. طيب احكي لنا عنك أنت، كيف كان التحضير؟ كم ساعة كنت تدرس باليوم؟ هلا أنا تقريبا يعني كانت فترة الصيف اللي قبل المدرسة هي كانت فقط أنه أخذ هيك معلومة عن المنهاج وأطلع عنه، بحيث يعني تقريبا الفصل الأول يكون خالص جزء منيح منه يعني. طبعا أنا برأيي كان التركيز الأكبر بالشتاء، هو أساس العلامات هو الشتاء. بالصيف كانت مجرد فقط أنه الواحد يطلع على المنهاج وياخذ له كام معلومة بحيث يفوت مانو مصدوم على السنة، يعني عنده خلفية سابقة عن المنهاج. هاي الشيء ممكن يسهل له عملية الدراسة خلال الشتاء. طبعا الدراسة كانت يعني بين 8 إلى 9 ساعات، هاي الشيء بالشتاء طبعا متواصلين. طيب جاد يعني فعليا إذا بدنا نقول ضمن البرنامج اللي كنت حاطه، ونحن بنعرف قديش الناس والطلاب خصوصا والأهالي أكثر منهم بيتوتر وبيكونوا فعليا مضغوطين خصوصا مع الشهادة الثانوية، لأنه هي أساسا تحديد مصير، وبنعرف أساسا المنهاج ضخم وكبير وفي معلومات جدا كبيرة. استعنت بدورات تدريبية بأساتذة خاصة، ولا كان هذا فقط اجتهاد منك، ولا كان في توازن بين النقطتين؟ لا فقط بس المدرسة، ما لا لا دورات ولا أساتذة خصوصي الحمد لله، بس أساتذتي بالمدرسة كانوا دفاترهم يعني وإعطائهم كافي يعني يأخذ منهم العلامة الكاملة فقط بدون أي استعانة بمساعدة أخرى. يعني علامتك اليوم بحق لك تدخل أي فرع جامعي، ويمكن الطلاب بشكل عام والأهالي لما الابنه مثلا يأخذ علامة كاملة بصير بدون أنه يدرس طب أو هندسة، هل هذا التفكير موجود عندك اليوم؟ أنت حابب تدخل هي الاختصاصات أم لا رح تكسر القاعدة وتختار مجال تاني أنت بتحبه؟ هلا تقريبا يعني فينا نقول بنسبه كبيره راح فوت طب، يعني بنسبه 90%. يعني ما بنعرف شو بصير بالمستقبل، بس بظن لحد الان طب ان شاء الله يا رب.
عم يتابعوا معنا اللقاء، والدك ووالدتك وامك عم تدمع، بدنا نوجه لهم تحيه لانه هي دموع وفرح اكيد, أكيد. وقديش حلو فعليا نلمس هيدا الفرح، والاهل بيكونوا سعيدين بابنهم انه حصل على هي النتيجه، لكن الطلاب اللي عم يتابعونا فعليا نحن بنرصد عبر رحلاتنا الصباحيه بشكل مستمر الامتحانات وكيف عم تتم العمليه الامتحانيه، ونستضيف اهالي وطلاب، بتلاقي في توتر وضغط، واحيانا الاهل بيكونوا مضغوطين ومتوترين اساسا من الامتحان اكثر من الطلاب. شو بتنصح كل الطلاب اليوم فعليا؟ لانه نحن عم نقول عن جاد انك انت قسمت وقتك، حطيت برنامج، يعني ما احتجت حتى لدروس ولا دورات تدريبيه، لانه نعرف قديش الدورات التدريبيه والدروس مكلفه جدا على عاتق الاهل، يعني نحن عم نحكي عن اجتهاد شخصي، فهي يعني فعليا ثمره بتكون موجوده فيك وانت بتنميها وبتعتني فيها. لكل الطلاب اللي عم يتابعونا شو بتنصحهم انت؟ كيف بلشت؟ كيف قسمت وقتك؟ وهيدا الرهاب والتوتر انه لو كان تحديد مصير بس فعليا انا اذا عملت اللي علي الموضوع بيكون مختلف. هلا انا مشان التوتر برايي في كثير اشياء ممكن تزيل هذا التوتر. انا بالنسبه لي اعتبرت الفحص الاخير بالبكالوريا مثل النهائي، يعني اعتبرت كل شيء امتحانات ومذاكرات كانت خلال العاشر و11 حتى البكالوريا نفسها مثل تدريب. ففعليا انا اخذتها نفس يعني اخذتها شوي بمحمل الجد. فلما فتت قلت عندي انا خلفيه وتجربه مع الامتحانات، شي 10 امتحانات من العاشر يعني. فكانوا هدول كله عم يمهدوني نفسيا لاني فوت اقدم امتحان البكالوريا، فكان بالنسبه لي هذا خفف الضغط بنسبه تقريبا 90%. طبعا بيضل الضغط بس انه ممكن تحديد مصير، هي يعني يمكن هي ما بقدر الواحد يتغلب عليها، بس اذا كان مهيئ نفسيا يعني ممكن بنسبه 90% يزول هذا التوتر. تمام، خلينا نكون واقعيين اليوم، اي شخص ممكن يعرف بعلامتك يقول انه ليل نهار دراسه، كل وقته دراسه، ما عم يعمل شيء. طيب عندك مهارات تانية انت كنت تستغلها بوقت الفراغ؟ خلينا نوضح كيف كنت تنظم وقتك. هلا الصراحة انا بالبكالوريا تحديدا قطعت كل شيء انه كنت انا احبه مثلا مثل مهارات، يعني كان وقت الفراغ كنت مثلا ارتاح فيه بس بدل ما نمي شيء تاني، يعني كنت افضل اني ارتاح اكثر من اني مثلا انا كنت مثلا بحب الشطرنج، قلت بلا يعني هالسنه بقطعه وبكفي بعدين، يعني بدل ما مثلا اقضي وقتي هيك لا قلت برتاح فيهم احسن، يعني ما كنت متابع اي مهاره تانية خلال الدراسه. ومزبوط مثل ما قالوا الليل نهار درس، يعني تمام. غير هيك ما بيجي الحال. طيب جاد خليني نحكي معك، يعني خلال كمان رحلاتنا الصباحيه كنا نركز على موضوع فعليا الاسئله الامتحانيه وقديش بتشمل المنهاج بشكل عام، وقديش في فروق بالاسئله بين المواد، في مواد بيقولوا لك صعبه، في طلاب بيقولوا لك هي الاسئله فعليا اسئله فيها نكشات، فيها كذا، فيها بعض التفاصيل اللي انه ممكن الواحد وقف عندها. في مواد كنت تاكل همها تقول انه ممكن هون وقف شوي فعليا من خلال الامتحان؟ في اسئله لقيتها صعبه انه ممكن يكون فيها قصص بدها تعب او مختلف، او بدك تفكر خارج الصندوق، ولا لا كله ضمن المنهاج ما كان بالنسبه لك صعب؟ هلا انا بالنسبه لي الصراحه ما شفت شيء ما شفت شيء صعب. لقيت كل الاسئله انه انا مارق عليها خلال السنه تقريبا، يعني هي الاسئله اكيد ما يعني الاسئله ما بتجي من برا المنهاج، طيب دائما من المنهاج، بس طبعا في اسئله تحتاج على فهم بالإضافة لربط بين الأفكار، هي ما فيها يعني هي طبعاً من المنهاج بس بده يكون فيها تفكير طبعاً. بس الطالب إذا كان متمرس ودارس منيح وبتركيز مع فهم طبعاً هي الأسئلة بده فهم بلاقيها مثل أي سؤال. فالأسئلة كلها كانت مستواها فعلياً متوسط وبينحل من الجميع. طيب خلينا نحكي عن مدرستك، عن المدرسين اليوم، قد ايه ساعدوك اليوم لحتى توصل لهي النتيجة؟ طبعاً أنا كنت مدرسة الفجر، طبعا اساتذتي عن جد الله يعطيهم الف عافيه، والله ما قصروا ابدا وكان لهم فضل كثير كبير علي، والحمد لله يعني انا عن طريق اعطائهم انا ما احتجت لاخذ اي دوره او اي درس خصوصي بفضلهم طبعا هنين، وكانوا داعم وكانوا يحطوا ثقه فيني، وانا حبيت ما اخيب املهم، مشان هيك يعني اعتبرته دافع لاني اجيب العلامه. موفق اكيد، وفعليا بتمنى لك مستقبل بيستحق كل هالجهد والتعب خلال سنوات الدراسه. بالختام كلمه اخيره حابب توجهها لكل المتابعين او الناس او الطلاب اللي عم يتابعونا اليوم. اول شيء لازم اذا كان في هدف لازم الواحد يحط كل تركيزه عليه وما يسمع لكلام العالم، لانه من راقب الناس ما تهمن، يعني يعني شو ما عمل الواحد ما راح يخلص من حكي العالم، فلازم الواحد يركز على هدفه، يعني لو ما جاب علامه راح يحكوا انه فاشل،
ولو جاب علامة رح يصيروا يتهموا بقصص كثيرة. صحيح أكيد. صحيح. يعني بالختام بدنا نشكرك ونرجع نبارك لك، وأكيد نبارك لكل طلاب الشهادة الثانوية، وإن شاء الله يا رب كلكم تدخلوا الفرع الجامعي اللي بتحبوه وتضلوا محافظين على هذا المستوى. وأكيد يلي ما حالفوا الحظ وما جاب علامات هو بده إياها، إن شاء الله يا رب بتعودوا أكيد بالتكميلي. شكرا لك، نورت صباحنا. شكرا لكم جميعا. أكيد المتفوق طالب جاد باسل داوود الحاصل على العلامة التامة بالفرع العلمي الشهادة الثانوية، نتمنى لك التوفيق، وأكيد تحية لكل الطلاب السوريين فعليا اللي تعبوا خلال السنة وفعليا لقينا نتائج مبهرة الحقيقة. صحيح. شكرا كثير لك. شكرا لكم. يسلمك.